السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكري أو ماض وبهذا الفيديو في عنا استعراض وفتح صندوق لإشيين والاثنين مميزين أول إشي لوحة الأوروس Z690 إكستريم أعلى لوحة لغاية الآن إجتنا من سلسلة Z690 زائد صندوق الإطلاق الرسمي اللي من إنتل لمعالج 12900K في جوا هذا الصندوق جوه هذا الصندوق رح أورجيكم بهذا الفيديو نفتح صندوق لوحة Z690 اورس Extreme زي ما انتم شايفين تيجي بي ساي جن 5 و دي دي ار 5 معالجات انتل الجيل الثاني عشر وشريحة انتل زي 690 وعليها شعار اورس بطريقة جميلة الان الووتر فورس اكستريم فقط هي اللوحة الاعلى من هاي بس موردة مائية بس هي فعليا من جوا نفس اللوحة نفتح بسم الله بنلاقي في اخطاء بلاستيكي عاكس كثير مخرب علينا وهي هي اللوحة الام اول شيء بلاقينا اللوحة ما شاء الله تصميمها متماشي مع تصاميم الاكستريم بشكل عام يعني بنلاحظ انه في تبريد هائل على منطقة الفي ار ام زائد في تبريد اضافي هون بالمنطقة هاي رح نجيها كمان شوي ولكن اذا شلنا اللوحة شو بنشوف بالاسفل في عندنا الملصقات او الستيكرز تبعت اورس متعارف عليها ونفس التغليف المعتاد تبع الاورس والاورس اكستريم في عندنا خمس حجرات كل واحدة فيها كوابل او ملحقات معينة بهاي الجهة في عنا المانيولز أو الكتيبات مع شعار أوروس أسفله كمان في أنتينات الواي فاي والبلوتوث زائد وصلات السنسورز أو الحساسات تبعت الحرارة بالجهة هاي عنا براغي الام دوت توز ووصلات الأدرسة ار جي بي وأيضا أسفلها في عنا فيلكرو اللي هي مرابط عشان نضبط فيها الأسلاك زائد كيبلات ساتا بتيجي بريدد أو مخيطة هاي دائما بتكون موجودة بالإكستريم أو الووتر فورس إكستريم وبهاي الحجرة في عنا إشي غريب شوي اللي هو مسمينه الاورس ار جي بي ميموري ارمر اللي هو بنغطي فيه الرام شيء جميل خليني اشيل الاستيكر عنه عاملينه عشان يكمل منظر اللوحه عليه شعار اورس بضوي ار جي بي وبغطي كل الرامات وفي وصله ادريسبل ار جي بي بتيجي على البورد لطيفه جدا هاي الحركه خصوصا اذا راماتكو بشعه شوي بهاي الحجرة في عنا وصلات اليو اس بي 2 واليو اس بي 3 زائد وصلة الفرونت اي او عشان نوصلها بالكيس اللي هو مكان نحط فيه كل الوصلات بعدين بنحطه على البورد مرة واحدة واخر اشي في عنا الاسنشال يو اس بي داك اللي موجود ايضا بالاورس اكستريم بالاصدارات السابقة اللي هو فعليا عبارة عن قطعة تركب باليو اس بي تايب سي عشان تحطوا فيها سماعات وعشان تحافظ على الجودة تبعت الصوت عن طريق انه بدل ما تحطوه بالفرونت الجهة الامامية للكيس خلص تستعملوا هاي القطعة وهيك بيكون الصوت افضل باليو اس بي تايب سي بدل ما تحطوها بوصله السماعات مباشره بالكيس خليني اول شيء اشيل كل الاغطيه البلاستيكيه لانه عاملينها مرايه ما شاء الله وهذا الحكي ما بزبط معنا بالتصوير في كمان وكمان 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 كنت افكر خلاص بس في كمان وحده هون <applause> نيجي اللوحة الأم نفسها وخلينا كل الخصائص الموجودة فيها، أول شيء في عندنا هاي المنطقة اللي فيها بي عليها شعار أوروس، زائد منطقة تبريد الفي ار امز اللي جاي عليها هيت بايب سميك 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 صراحة زائد التبريد الممتاز اللي عهدناه من اورس اللي هو دايركت فن اللي في عنا الزعانف اللي بتكون اجود في التبريد هاي اللوحة عليها 20 زائد 3 باور فيزز بتوصل طاقة للمعالج فكمية لا بأس بها زائد في عندنا او كمية كبيرة جدا زائد في عندنا المقبس الجديد اللي هو 1700 تبع المعالج في عندنا اماكن رامات الدي دي ار 5 المصفحة اللي, اللي بتيجي فرزتها زي ما حكينا مختلفة عن اللوحات الاخرى كل اللوحة جاية مصفحة ولكن خلينا نحكي عن الأشياء البديهية الموجودة اللي هي 8 زائد 8 لتوصيل الطاقة للمعالج زائد في عنا مكان لمروحة بهاي المنطقة عنا منطقة مراوح السي بي يو زائد الأدريسبل أر جي بي في عنا المنطقة المصفحة هاي فيها Debug اللي هي الشاشة تبعت بتعطينا شو البوست هل زبط فشل إلى آخره زائد في عنا كبسات الباور والريست زائد كبس أو منطقة الباور تبعت الـ 24 بن وبتغطيها زي مقبس حركه جميله هاي عشان نغطي على المنظر البشع او مش جميل زي تشوف هاي المنطقه لليو اس بي للفرونت يو 3.2 تبع الكيس في له مكان او فرزه للسلك لطيفه جدا جدا عشان نخبيها فالكيبلات بهاي المنطقه مخبيه كثير وكل توصيلات اللوحه جايه بهاي المنطقه بالمنطقه هاي في عندنا اربع اماكن لام اول واحد منهم برد ايضا بهيت <تضحي> <تضحي> بايبس يعني لطيف وارضا ايضا عليها فينز فتبريد البي سي جن 4 بكون حامي كثير عليه هيت بايبس فهي شغله لطيفه جدا زائد في عندنا واحد اثنين ثلاثه وصلات بي سي اكسبرس اثنتين منهم بي سي جن 5 وواحده جن 3 كنت بتمنى لو كانت الثالثه هي جن 4 ولكن يعني مش كثير واحد راح تلزمه كثير يعني خصوصا بوجود البي سي جن 5 مع كامل التصفيح زي ما حكيت كل الاشياء موجوده بالجهه الجانبيه الجهتين هذول وهون منطقه شريحه الصوت اكيد لان ما بنقدر نشغله ونوجيكو فما راح اقدر اوجيكو اضاءه الار جي اللي عليها ولكن ان شاء الله عند المعاينه راح نوجيكو كل شيء الجهه الخلفيه بتيجي مصفحه بالكامل باستثناء منطقه المعالج عشان نركب عليها البراكت تبعت المبردات سواء كانت مائيه ولا هوائيه زي ما حكيت لكم كل وصلات اللوحه جايه بالجهه الجانبيه هيك عشان تخبي الاسلاك بتكون كيس طبعا مستاهل او بت... توسع لوحة زي هيك عشان الكيبلات تتراوغ في عنا خمس أماكن لمراوح بالبداية زائد مكان لل24 بن اللي هو الباور تبع اللوحة الأم زائد في عنا هون منطقة اليو اس بي 2 هاي الأشياء في عنا اليو اس بي 3 وصلتين في عنا أربع وصلات ساتا زائد أماكن لجمبرات وحساسات زائد مكانين لا مراوح ايضا بهالجهة الجهه السفليه زائد منطقه الاي او شيلد اللي هو تبعت وصلات الكيس. بالجهة الثانيه ما في اي وصلات بس اللوحه طلعوا اللي هي اشي الرفيع جدا هذا لونه بني زائد في عندنا الجهه السفليه او البليت السفليه زائد الدرع العلوي والبورد ما شاء الله مش خفيفه ابدا. اما بالنسبه للوصلات الخلفيه فالجماعه انجنوا في عندنا كبسه اجنيشن اللي هي لها علاقه بكسر السرعه زائد كيو فلاش اللي هو بنقدر نحدث البايوس منه في عندنا كلير سيموس اللي هي عشان نفضي منها البايوس في عندنا في عنا ثلاث كبسات لهم علاقه بالبايوس في عندنا انتينات الواي فاي والبلوتوث في عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يو اس بي 3.2 ما في لا 3.1 ولا 2 ولا ولا ما يحزنون خلص كله 3.2 زائد تنتين منهم مش يو اس بي تايب سي لا ثاندر بولت ف 10 وصلات يو اس بي 3.2 وصلتين ثاندر بولت زائد وصلتين واحدة 2.5 جيجا بت واحدة 10 جيجا بت لان هذا الاشي اللي انا كثير بركز عليه مع الثاندر بولت كثير اشي مفيد بانتاج المحتوى الان الفرق الاساسي اللي بنلاحظه بهي اللوحه عن اللوحات الثانيه انه طلعوا مخارج الصوت في عندنا اللاين اوت المايك والاس بي دي فقط ما في اي وصلات ثانيه ولكن في الاسنشال يو اس بي داك موجود واذا بدكم والله اصوات افضل او طريقه افضل عشان تشغلوا 7.1 بدكم تلاقوا توصيلات اخرى ولكن موجوده ولكن مش بالوصلات التقليديه اللي هم السته والله عندي فضول اشيل هاي القطعه واشوف حجمها والله تشوف الجنان تبع اوروس مبرد اس اس دي عليه اثنين هيت بايبس وفنز طبعا مع البطانات الحراريه بالاعلى وبالاسفل اللي فيكم بستغرب الاس اس دي صارت تحمل طلعوا في كمان لزقه يا الله هه، شلناها بدي اورجيكم الفرق بين البي سي اكسس جن 5 والجن 3 ال 3 وال 4 قراب من بعض بس طلعوا التصفيح بيختلف والفرزات كثير مبينه لانه لونها ابيض جاي البي سي بس جن 5 ولكن اوضح انه هي بتفرق عن ال 3 وال 4 صارت مستطيله زي ما حكينا بطلت مربعه وكميه البنز او عدد ابر الموجوده فيها زادت ب 500 عن ألف 1200 عشان تتحمل المعالجات الجديده نيجي للشغل الصح وهو صندوق انتل اللي موجود في المعالج هذا هو يا جماعه صندوق الاطلاق الرسمي من انتل بس حافظه سوده عليها كلمه انتل ومن الاسفل من الاسفل من جوا في عندنا البوكس او الصندوق اللي عليه هذا الشيء الجرافكس اللي لبرا هيك حلزوني ولكن مضلع وكلمه انتل ومن الجهات الاخرى ما عندنا اي شيء بس شويه كتابه خرابيط بسم الله خلينا نفتح الصندوق اوه اول شيء بنلاقيه شكل او لوحه عليها المعالج من الداخل يعني عمليه المعالج من جوا الجبلت تبعت المعالج نفسه الجهه الاخرى اها في عنا صوره للالدر ليك عام 2021 الدر ليك اللي اسم اللي, اللي فيكم بيعرف اسم المعماريه هي الدر ليك البحيره اللي سميت على شجره الالدر اللي هي شجره حرجيه اسمها اعتقد بالعربي جار الماء اللي هي شجره بتحب المي كثير يعني باختصار شديد فهاي البحيره او صوره البحيره لطيفه زي فريم يعني وفي هون زي شيء بلاستيكي عليه كلمه انتل اها هاي قاعدة اعتقد تركب عليها الصورة رح اوريكم اياها كمان شوي جميلة ولما نشيل هاي اكيد رح نشوف الاشي اللي بتستنوا فيه كلكم اللي هو ترى معالج الاي 9 معالج الاي 9 ال 12 900 كي هذا البوكس او الصندوق هو صندوق الاطلاق من انتل زي ما بتعرفوا ما بكون مكتوب عليه معلومات يعني خلينا نشوف المعالج من الداخل مكتوب عليه انتل كور اي 9 12 900 كي مع السيريال نمبر تبعه ومن الجهه الاخرى شكل المعالج طبعا وهذا هو معالج الاي 9 ال 12900 كي زي ما حكينا الفرق انه صار مستطيل وصارت البنات او عدد الدبابيس اللي فيه 1700 بدل 1200 ولكن بشكل عام نفس المبدا الان هاي القاعده مع الصوره بتركب هيك ثبتها على المكتب هيك طبعا واقفه انا اوجهك لها كمان شوي من زاويه اخرى ولكن هيك بتكون معروضه على مكتبك سواء جهه الالدر ليك او جهه الجبسات جميلة وإجا دور رامات الكينغستن فيوري الدي دي آر 5 اللي هالمرة مش مكتوب عليها معلومات كثير هون المرة الماضية كان مكتوب أشياء هون الآن مش مكتوب خلينا نحاول نحذر شو هاي الرامات مالك افتحي مش راضي تفتح كانت أوكي فتحت أخيرا هاي رامات الكينغستن فيوري بيست شفناها مش أول مرة ونفس الإشي رامات ليست دي دي او ليست ار جي بي دي دي ار 5 عندنا الكتيب والملصق زائد الرامات نفسها نفس التصميم تقريبا بس فرقت شوي الفرزات او الكسرات اللي جايه على الرام بين دي ار 4 ودي دي ار 5 وهي الرامات ليست ار جي بي عليها بس كلمه فيوري من الاعلى وما في ار جي بي او اضاءه ومن المواصفات اللي عليهم هي الرامات 5200 والكاست ليتنسي 40 وحجمها 32 جيجا بايت حبتين كل واحده 16 16 نيجي لخلاصه الفيديو راح احكي لكم نفس الكلام اللي حكيته الفيديو الاول وراح احكي بالفيديوهات الجايه لغايه يوم 14 اللي هو بالرفع عنه الحظر الاعلامي لنتائج الاختبارات على الورق كل شيء شايفينه مبشر بالخير انتظروا مفاجاه بغض النظر هي ساره ولا لا العشاق انتل او عشاق اي ام دي ما نقدرش نحكي اكثر من هيك ولكن على الورق ايضا هاي اللوحه عليها مواصفات خطيره جدا اذا كانت المنصه هاي ممتازه فعلى الاغلب هاي اللوحه راح تكون لوحتي الرئيسية القادمة إلا إذا شفت لوحة فيها مواصفات أفضل لأنه زي ما حكيت هي أعلى لوحة اللي شفناها لغاية الآن ومعالج نحن 12900 كي زي ما شفتوا مواصفاته مش هينة مرة ثانية برجع بحكي على الورق فانتظروا المعاينات إن شاء الله يوم 4-11 أعيد هذا التاريخ كثير يوم 4-11 4-11 4-11 ف انتظرونا بالنهايه شكرا لكم على المتابعه ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو اذا عجبكم اعملوا لايك او اعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم اي فيديوهات جديده منا تذكير مره اخرى انه معاينه كل هاي القطع ان شاء الله يوم 4/11 رح نعاين هذا المعالج مع هاي اللوحه مع رمادي دي ار 5 ونورجيكم نتائج الاداء اللي رح تكون مفاجئه صراحه اكثر من هيك ما بنقدر نحكي يعطيكم الف عافيه بنشوفكم فيديو جاي ان شاء الله تحيه كبيره جدا من داركم مني انا مد سلام